السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن بقية الكوماندز اللي في اللادر بروغرامينج اللي في جهة البتس. تمام، البتس احنا نظرنا بالمحاضرات السابقة على normally open و normally closed والoutput والoutput inverted، واليوم راح نشوف آخر خمس كوماند هني موجودين. خلونا ننطلق حق السلايد ونشوف شلون راح يساعدنا هذا الموضوع. تمام، في السلايد عندي، خلنا نبدأ في القلم الآن، حطيت جدول بسيط. هذا الجدول يحتوي كل الكوماندز اللي راح نتعرف عليها والتعريفات مالتها. أول واحدة normally open، إذا تذكرون هي تربط في الانبوت. تمام، هي انبوت وسويتش، وهذا النوع من السويتشز هو عادة normally open، يعني احنا normally مضغطينه وهو مو مسكر normally. ايضا normally connected is normally connected، يعني normally وهو بحالته الطبيعية وهو موصول. عندنا بعدين الاوتبوت اللي هو الريلي العادي، وعندنا الفليبت اوتبوت اللي هو ريلي مقلوب، بمعنى ان هذه دائرة او الريلي، الدائرة هي رمز الريلي في حالته الطبيعية، حالته وهو يعتبر صفر، اما هذا حالته الطبيعية فهو كأنه هو شغال في الحالة الطبيعية. تمام، فهذه من الشغلات. الان نتكلم عن on shot. كلمة on shot راح يعني تجذب لنا مفاهيم جديدة في عالم الديجيتال والباينري. تمام، وهي موضوع الشوتس، السنجل شوت اللي تحتوي على الباينري داتا المختلفة. طبعا انا وضحتها هني، لو تلاحظون احنا في عالم الباينري عندنا اول نقطة نعرفها الداتا هي اللو داتا وهي الصفر. لو داتا تعني الصفر. بعدين عندنا الهاي داتا وهي الواحد، هاي داتا هي واحد. الان راح نتعرف على مفاهيم جديدة وهي الرايزنج ايدج. شنو معنى الرايزنج ايدج؟ معناها النهوض. انا نهضت من الصفر الى الواحد، فهذه تعتبر داتا جديدة. وايضا عندي الفولينج ايدج هي السقوط، وهي تعتبر ايضا داتا جديدة. اذا عندي اربع انواع من الداتا، عندي لو، رايزنج ايدج، هاي، فولينج ايدج، بالطريقة هذه. تمام، عندي اربع انواع من الداتا اللي موجودة عندي في هذا العالم. راح نستخدم اليوم الرايزنج ايدج والفولينج ايدج في اول ما راح نتكلم عن الاو اس ار والاو اس اف، وبعدين عندنا اف او ار واف او اف. تمام، ولكن قبل لا ابدي ابي اعرفكم ان هذولي اس او اس ار واو اس اف هذولي لهم علاقة في الانبوتس. تمام، بالانبوتس، اما هذولي فهم لهم علاقة في الاوتبوتس، وهذه شغلة لازم نعرفها. انزين، شنو معنى او اس؟ on shot يعني اللي راح يصير ان تخيلوا ان عندي زر. تمام، وانا الزر هذا ضغطته مرة واحدة وهديته، ضغطته مرة واحدة هذا الزر وهديته، فهذه يسمونها a shot، يعني pulse، في pulse معينة او في اشارة معينة، راح تشوفونها بشكل اوضح في العملي الان بمجرد ان يسوي عملي. انزين، اللي بعدها os rising، هذه إذا كانت اللمسة أو الضربة، يعني البلس اللي أنا سويتها، هو راح يحسب أو الكوماند يعني يشتغل عند موضوع الرايزنج. يعني لما أضغط الزر في حالة الرايزنج راح يسوي لي شيء معين. تمام، يعطيني شيء معين في حالة الرايزنج. أما الثانية فهي راح تسوي لي في حالة الفولينج مالت الشوت، هذه البلس اللي يتله في حالة الفولينج هو راح يقوم لي بعملية معينة. وهذول حيل حيل مهمين الكوماند لما ندش على جانب العملي. الآن روح حق الاوتبوت كوماند، flip on rising edge، بمعنى اقلب حالة الاوتبوت، اقلب حالة الاوتبوت إذا يتلك rising edge، واقلب حالة الاوتبوت flip on falling، اقلب حالة الاوتبوت عند الفولينج ايدج. تمام، هذه المفاهيم الرئيسيه
وحبيت احطها لكم بوضوح هنا عشان نفهم الكونسبت مالتها. اذا الكونسبت مالتنا عندنا الفولينج، عندنا الرايزنج ايدج، وعندنا الفولينج ايدج، وعندنا كوماند، خمس كوماند يدد. هذولي ثلاثه منهم لهم علاقه في الانبوت، واثنين منهم لهم علاقه في الاوتبوت. اللي لهم علاقه في الانبوت يعتمدون على نظريه الشوت. الشوت يعني فرق كبير بين البلس والشوت. بمعنى خل اوضحها لكم الحين، لحظه ثواني اوضح لكم مره ثانيه، امسح اللوح في الكامل. اذا انا كان عندي زر وضغطت الزر مده طويله بالطريقه هذه، فهذا التايم، تايم الضغطه راح يعتبر، خلينا نفترض ان تايم الضغطه كان 3 ثواني، 3 seconds. بينما اذا استخدمت الكوماند مال الاو اس سنجل شوت، ما راح يعتبر هذه 3 ثواني، راح يعتبر هذه شوت واحده بالطريقه هذه، تمام. وراح تلاحظون الان هذا او اس، هذا سنجل شوت، وهذه اللمس الطبيعي اللي قمت انا فيه، وهذا الحين راح نشوفه في العمل اللي موجود عندنا. فعندنا او اس اون شوت، وبعدين عندنا اون رايزنج، وعندنا اون فولينج، وهذول مثل ما قلت انا لهم علاقه في الانبوت مرة ثانية، وبعدين هذولي لهم علاقة في الاوتبوت اللي هي يقلب الاوتبوت في حالة صار عندي رايزنج، او يقلب الاوتبوت في حالة صار عندي فولينج ايدج، تمام. ننتقل الحين حق العملي. في جانب العملي الان اول شيء ابدي فيه اني احط دائرة بسيطة عشان افهم طريقة عمل الدائرة هذه، والاحظ الفرق بين الاشياء اللي موجوده عندي. اول لاين راح يكون عندي سويتش عادي واوتبوت عادي. اللاين اللي بعده اللي انا راح اسويه راح يكون عندي سويتش عادي، راح اسميه سويتش نمبر 2، تمام. وبعدين راح يكون عندي اون شوت، وبعدين راح احط اوتبوت عادي موجود عندي، وهذا الاوتبوت راح اخليه اوتبوت نمبر 2 وهذا سويتش نمبر 2، تمام. الان الدائره اللي بعدها راح احط السويتش ايضا عادي، وهذا راح يكون سويتش رقم 3، وراح احط اوتبوت عادي ايضا عندي، ولكن هالمره راح احط اون شوت رايزنج، تمام، الطريقه هذه، وهذا راح يكون رقم 3. خلونا نجرب الحين الاكزامبل هذا قبل لا اكمل بقيه الاكزامبلز اللي انا ابيها. سيميليشن، اول واحد ضغطت، لاحظوا ضغطت وظل مفتوح، انا ضاغط ظل مفتوح بالطريقه هذه، اول ما اضغط يظل مفتوح. زين خلونا نجرب الثاني ونشوف الفرق. لما اضغط الحين الثاني، اتمنى انكم تشوفون اللمبه اللي هني ترى شبت وطفت عندي، هي بالفعل هي شبت وطفت عندي، ولكن لان اللي انا قاعد اسويه از ا سنجل شوت، سريعه جدا الشوت هذه، سريعه جدا، ما راح تبين عندي، سريعه جدا، اذا كررتها ممكن اشوفها. والحين راح نتعلم شلون نسوي السنجل شوت هذه، نخلي نعطيها تايمر عليها. نروح حق الثالث، الزر الثالث اون شوت رايزنج، تمام، بالطريقه هذه اضغط، لاحظوا هالمره الرايزنج هو اللي اعطاني اشاره في الرايزنج، تمام، في الرايزنج ايضا هي شبت، ولكن شبت بشكل سريع جدا. اذا انا عندي مشكله في هذولي الشوتس، ان هذولي قاعد يعطوني بلس سريعه جدا، والبلس السريعه انا ماني قادر اتحكم فيها ولا اني عارف شنو اسوي فيها، تمام. نروح الحين خلينا نشوف، ما دام عرفنا ان هذولي عندي مشكله، خلينا نشوف البقيه. طبعا واضح اذا كانت عندي بالاو اس ار عندي مشكله انها حيل سريع، معناها الاو اس اف ايضا راح تصير حيل سريعه، نقدر نقلبها الى الاو اس اف من رايت كليك ونقلبها ونشوف ايضا نفس المشكله، نفس المشكله موجوده عندي في الاو اس اف. لاحظوا سويتش رقم 3 ما راح يبين عندي لان الاشاره حيل سريعه، تمام، فنفس المشكله. انزين نروح حق اللي بعدها، نفس الكوماندز، تمام، على رقم 4 هالمره، ولكن راح اقول له
هذه flip on rising اللي هو رقم 4. سويتش رقم 4 راح يتحكم في ريلاي رقم 4 وهو switch on flip on rising. راح أحط واحد ثاني أيضا وأحط زر رقم 5 وأقول له flip. هذا راح أحط الحين flip رقم 5 flip on falling. خلونا نشوف الحين الداتا اللي أنا سويتها. تمام، نروح إلى 4 رقم 4 هذا 1 2 3 4 لاحظوا 4 بمجرد أني ضغطته هديت إيدي عنه طفيته وظلت اللمبة أو الريلي شقال. ظل الريلي شقال هنا عندي، ليش ظل شقال؟ لأنه هو flip on rising، اقلب الحالة في حالة أن الإشارة يتلك rising، يتلك إشارة rising اقلب الحالة. تمام، زين. الثاني اقلب الحالة في حالة أني أنا شلت إيدي أو طفيت الانبوت، أبيك تقلب لي الحالة، اقلب الحالة. تمام، اقلب الحالة، ظل اقلب الحالة بالطريقة هذه، كل ما أرفع إيدي يقلب الحالة عندي. إذن أنا الحين عرفت شنو مواصفاتهم وشنو طريقة عملهم. لاحظت أن عندي مشكلة في الانبوتس، أن هذولي سينجل شوت انبوتس. زين، أنا الحين حاب أني أطور هذا الموضوع وأشوف شلون أسوي examples مهمة أقدر أستخدمها أنا في عالم البرمجة. تمام، الآن خلوني أسوي برنامج جديد. البرنامج راح يكون عبارة عن switch رقم 1 بالطريقة هذه. هذا السويتش الآن راح نستخدم طبعا on shot اللي موجودة عندي on shot، وبعدين ال on shot هذه راح تتحكم في a counter. إذا تذكرون ال count up CTU، count up CTU عشان أسوي له setup ماله، right click عليه رقم 1 بعدين أقول له أبيك تعد لي إلى رقم 4. وأنا اخترت رقم 4 في شغلة في بالي عشان تلاحظون الـ OS single shot شلون قاعد تشتغل وشلون قاعد تتحكم. الآن راح أحط new line وراح أقول له عندي أيضا input، ولكن الـ input هذا راح يكون هو عبارة عن counter done مال counter. طبعا counter إذا انتهى العد مال الكاونتر عندي تشتغل كلمة done، ينتهي done، فأسحب done وحطها هنا. الآن إذا انتهى الكاونتر شنو أبيك تسوي؟ أبيك تشغل لي الأوتبوت الروح وهو الريلي رقم 1. إذا هذا a very simple example، very simple example يتحكم في موضوع الOS، والOS هذه on shot أبيكم تلاحظون الكاونتس اللي راح تصير عندي، لأن البلس اللي موجودة هنا اللي قاعد يعطيني راح تحكم في الكاونتر في حالة الرايز أب والرايز داون مع بعض، وهذه حيل حيل مهمة. لاحظوا الآن أسوي سيميليشن، لاحظوا. تمام، أول ما اشتغل لأنه كان مضغوط الزر، خلوني أسوي ريسيت أشيلها وأسوي مرة ثانية ديزاين وروح سيميليشن. تمام، بالطريقة هذه سيميليشن. الآن راح أضغط 1 1، الضغطة الثانية أرفع إيدي عنها، لاحظوا الحين برفع إيدي، أرفع إيدي 2. تمام، على الرايزنج كان يأخذ إشارة وعلى الفولينج يأخذ إشارة. تمام، 3 قيعدها 3، أرفع الحين إيدي 4، وطبعا اشتغل عندي الداون الدن النهاية اشتغلت، واشتغل عندي الريلي. تمام، بهذه الطريقة الحين لو أكمل خلاص قاعد يحسب الكاونتس اللي موجودة عندي، ولكن الريلي خلاص ظل شقال لأن أنا وصلت إلى العد اللي أنا أبي. ممتاز، هذا الحين الجزء الأول، وراح أحط له ريمارك هني، ريمارك on shot، راح أقول rising and falling مع بعض، اثنيناتهم قاعد يشتغلون one shot rising and falling. الحين راح اضيف وراح نضيف سطر جديد وراح نكتب ان الريمارك مالتي راح تصير
شنو احنا قلنا او اس او اس ار اللي هو اون شوت شوت اون رايزنج زائد تمام تايمر اوف ديلي. تمام تايمر عندنا نوعين من التايمرز، التايمر الاول اللي هو التايمر اون ديلي والثاني اوف ديلي. تمام هذولي هذا اون وهذا اوف. اون التايمر يشتغل اذا كانت الحاله اون، اذا في اشاره من المدخلات راح يبدي يشتغل، هذا راح يبدي يشتغل اذا ما في اشاره، اذا في يعني صارت اوف. تمام اذا صارت اوف فخلونا نشوف الطريقه الان. راح استخدم سويتش، راح استخدم سويتش رقم 9 عشان يعتبر لي سطر جديد هنا موجود. بعدين اقول له اون شوت رايزنج تمام بالطريقه هذه. بعدين راح اقول له ديلي تايمر اون ديلي تمام، راح اقول له التايمر هذا رايت كليك اختار التايمر، تايمر رقم 1 الزمن عندي 1000 ملي سكند يعني بالثانيه، راح اقول له 5 ثواني. يعني اذا صار عندي الشوت الرايزنج شوت ابيك تبدي تعد 5 ثواني وبعدين تحقق لي شيء ثاني. شنو هو الشيء الثاني؟ اخر شاشه الداتا هذه راح اقول له السويتش مال التايمر when it's done. لاحظوا when it's done الحين بختار الداتا ها تايمر واحد when it's done بالطريقة هذه، وراح أقول له الحين عندي output وراح نختار output يكون رقم 9 مثل ما حطيناه. نروح إلى الريليز ونحط رقم 9 بالطريقة هذه. تمام إذن هذا البرنامج الثاني، خلونا نشوف شو راح يصير في البرنامج الثاني. إذا ضغطت راح يبدي التايمر يشتغل بالطريقة هذه، إذا خلص يطفي when it's done يطفي مرة ثانية. تمام لاحظوا الرايزنج ايدج، الرايزنج ايدج لما أضغط رايزنج ايدج يبدي هاي يشتغل بمجرد أن يخلص يطفي عندي بالطريقة هذه. تمام لاحظوا حتى لو كان السويتش ما زال شغال، حتى لو كان السويتش ما زال شغال. خلينا نشوف الفرق اذا شلت انا هذه، اذا شلت هذه مثلا ديليت. لاحظوا الحين سيميليشن، لاحظوا المشكله راح تصير عندي اذا انا حطيت التايمر. لاحظوا اذا رفعت ايدي عن التايمر يبدي التايمر شغال بالطريقه هذه بالشكل هذا. لاحظوا حطيته ما راح يشتغل عندي الان، لازم التايمر يشتغل إذا صار السويتش أوف. سويتش صار أوف يبدي التايمر يعد تنازلي بعدين يطفي عندي بالطريقة هذه. شقلته ظل كله شقال، رفعت إيدي ينتظر الآن وقت معين علشان يطفي الإضاءة. هذا الآن طبعا خردها وخلنا نكتبها إن إحنا سويناها الإكزامبل الثاني OSR مثل ما كانت. والحين ننتقل حق الاكزامبل اللي بعده اللي احنا راح نسويه. الاكزامبل هذا راح يتكلم عن الفليب اون فولينج والفليب اون رايزنج. هنبدي باول واحده فليب اون فولينج تمام اللي هو اف او اف تمام اف او اف هذه وراح نحطها. ولا تلاحظون لو احطها هي تروح على طول حق الاوتبوت، فهي تعرف ان هي اوتبوت بالاصل، هي اوتبوت بالاصل. وبعدين راح احط سويتش عادي والسويتش هذا راح اقول ان هذا رقم 17 بالطريقه هذه. خلونا نسوي سيميليشن للديزاين ونشوف شو اللي راح يصير عندي. الان السويتش بمجرد هو مفتوح الان بالاصل، خلونا نسكره تمام. أول ما أضغط ما صار شيء، بمجرد أني أرفع إيدي على السويتش رقم 17 لحظة اشتغلت اللمبة وظلت شغالة على طول، اشتغل ريلي وظل شغال على طول. أضغط ما صار شيء، أرفع إيدي فليبت انقلب وطفى مرة ثانية. أضغط ما صار شيء، أرفع إيدي قلب. أضغط ما صار شيء،
ارفع ايدي ضغط. نفس الفكره هذه راح تصير حق الاكزامبل اللي بعده اللي هو راح نتكلم عن فليب اون رايزنج ايدج اللي هو FOS. تمام، نفس الفكره هذه بالضبط راح تصير عندي هني. راح اقول ان هذا سويتش رقم 25. لاحظوا اني قاعد احط السويتشات عشان يصير عندي سهل موضوع ترتيب السويتشات والاضاءة اللي امامهم هني بالطريقة هذه، واقول له flip on rising بالشكل هذا. تمام، اسف خل امسح هذه عيل delete flip on rising. راح تصير هي رقم 25. راح نسوي simulation، خل اسكر شاشة الداتا بيكر. تمام، واسوي سيميليشن ونشوف الان 25 فليب اون رايزنج. بمجرد اني اضغط الان رايزنج على طول صار واحد. ارفع ايدي ما طفى، ليش؟ لان اي ديد نوت فليب، ما سويت اون رايزنج. اون رايزنج ايدج الان بعطيه رايزنج ايدج نهوض. اول ما اعطيه نهوض طفى، فليبت. فولينج ايدج ما في، رايزنج ايدج فليبت، falling edge ما في، rising edge بالطريقة هذه. إذن هذا الexamples الرئيسية اللي احنا تكلمنا فيها عن on shot وربطناها في الكاونتر، بعدين on shot rising ربطناها في timer delay بسيط عشان نعرف شلون طريقة عملها بالضبط، وبعدين تكلمنا عن flip on falling حق الريلي حق الاوتبوت، والflip on رايزنج حق الاوتبوت ايضا. هذا الاكزامبل، والان احنا جاهزين لطباعته، ينطبع بالشكل التالي. تمام، ولا تنسون تحطون اسمكم في المشروع عشان تسليم المشروع. الان خلونا نسوي الجزء الثاني من هذا الدرس، وهو السيميليشن حق الووتر بامب. طبعا نبدي صفحه جديده مثل ما تعلمنا، والان خلونا نشرح شوي شنو تفاصيل الووتر بامب. المضخة اللي موجودة عندي، مضخة الماء الموجودة عندي فيها أكثر من سنسر موجودين. آخر سنسر هو S رقم 4. تمام، سنسر سويتش رقم 4، وأول واحد عندي سويتش رقم 2، وعندي المضخة موصولة في R رقم 1. عشان أشغل البرنامج أروح حق الووتر بامب، فتلاحظون الووتر ماي يبدي ينزل عندي إلى أن يوصل حق النهاية. الهدف مالي إن الماي بمجرد إنه يوصل حق رقم 5، سويتش رقم 5، يعدي السويتش رقم 5، يعني السويتش رقم 5 يكون هاي وبعدين يصير لو. اذا صار لو ابي المضخه تظل شغاله. اذا كان هاي ونزل لو، ابي المضخه تظل شغاله، تضخ الماي داخل الى ان تتحول حاله اس 1 من لو الى هاي. تمام، يعني انا تقريبا يعني قلت البرنامج وطريقة عمل البرنامج. التفكير المنطقي مثل هذه البرامج بالشكل هذا، يعني انكم تقولون المشكلة بشكل صحيح، هو تقريبا جزء الاكبر من الحل. خلونا الحين نبدي. اول شغلة عندي السويتش، نشغل الداتا بيكر اللي موجود عندي، وهذا السويتش رقم 5. تمام، سويتش رقم 5، سويتش رقم 5 راح يتحكم لي في الريلي اللي هو ريلي رقم 1 بالشكل هذا. خلونا نسوي سيميليشن ونشوف شو اللي راح يصير. اول ما اضغط سويتش رقم 5، لازم عندي البيسك. لاحظوا الماء يظل صاعد عندي وما ينزل. إذن عندي أنا مشكلة في الموضوع هذا. لاحظوا بمجرد أني أضغط S رقم 1 رقم 5 water pump، الماء يبدي يصعد. إذن عندي مشكلة في الموضوع. شلون راح أحل هذه المشكلة؟ أول شغلة راح أقول للS رقم 1 أو الأوتبوت هذا I want you to flip on falling. تمام، بالطريقة هذه. يلا flip on falling، نضغط simulation ونروح نشوف البرنامج مالنا. لاحظوا أول ما
يضغط بالشكل هذا. تمام. إذن عندي مشكلة ثانية الآن اللي هي إن المضخة ما زالت شغالة. عيد سيميليشن مالي. جاهزين الآن. الحين هاي أول ما يصير لو فليب أون فولينج يبدي يشتغل بالشكل هذا. الآن الماي والمضخة ما زالت يعني قاعد تضخ الماي داخل والتانكي وصل إلى يعني الماي طلع خارج التانكي. شنو أحتاج إني أسوي الآن؟ أحتاج إني أنظر إلى S رقم واحد وأقول له في حالة إنك أنت كنت صفر وصرت هاي أبي المضخة توقف. علشان أسوي هذه راح أروح الديزاين وأقول له راح أحط سويتش رقم واحد وأقول له طول ما السويتش رقم واحد هو مفصول أصلاً طوله ما هو مفصول كل شيء شغال. إذا صار في ماي إذا حاشة ماي إذا صار أون إذا صار هذا أون راح يفصل الدائرة عندي يفصل كل هذا كل شغلي راح يفصله. خلونا نشوف الطريقة شلون. لحظة أول ما يوصل ويصير أون راح يفصل الدائرة اللي موجودة عندي بالشكل هذا. هذا هو الإكزامبل بشكل عام اللي احنا حابين ان نسوي. ارجو تصوير الشاشة تمام ورفعها لي كمشروع مع بقية الأوراق اللي سويناها ويعطيكم العافية.